مرحبا، يعطيكم العافية. بلشنا التكلم عن الدستور اللبناني بالحلقة الماضية ونفسر للشعب اللبناني شو هن حقوقه وشو هن واجباته، بالإضافة على نسلط الضوء على الواجبات تبع الدولة اللبنانية تجاه الشعب تبعها. لفت نظري اليوم تويت لوزير الزراعة بيتكلم عن تحدي التكافل اللبناني، بحيث بيدعي إلى خفض رواتب الموظفين لحماية وظيفة أخرى، وبدعي فيها السياسيين والمدراء العامين والوزراء والنواب والشعب كامله لا يخفضوا رواتبهم لحتى يساعدوا غيرهم. من ناحية المبدأ، المساعدة دايما منيحة، ولكن اللي ما عليه منه عارف انه الشعب بظن ما كان ناطر حدا يقول له شو بده يعمل. الشعب من اول يوم عم بيتكافل وعم بيساعد بعضه. ثانيا، يلي كمان ما بظن بيعرفوا معالي، انه ما تبقى من الشعب اللبناني اللي عم بيشتغل على نص راتب، وانت عم تطلب منه يعطي نص هالنص الراتب. شخص مثل معاليك بيقبض بعد راتب كبير بحوالي $10,000، بظن ايه بيقدر يخصم من راتبه النص ويساعد الناس، بينما شخص انجح صار عم بيقبض $500 او ما يوازي $500، او يلي عم بيقبض باللبناني اللي كان بيقبض مليون صار اليوم عم بيقبض $100، هذا كيف بدك تطلب منه انه يعطي نص الراتب؟ بعدين اذا بدنا نرجع للدستور، الفقره واو من الدستور، من مقدمه الدستور، وبعد ما بلشنا بالفصل الاول حقرا لك اياها: النظام الاقتصادي حر يكفل المبادره الفرديه والملكيه الخاصه. النظام الاقتصادي حر يكفل الملكيه الخاصه، يعني المصريات اللي بالبنوك هي ملكيه خاصه للشعب اللبناني، لكل مودع لهو يتصرف فيها. لو انتم بتشتغلوا اكثر لتردوا المصريات للشعب، بدل ما تقعدوا تقترحوا انه الشعب بعد يدفع اكثر من جيبته على المصريات المنهوبه بلبنان، بظن انتم عم تخطئوا. نحن من اول الثوره عرضنا انه ينفتح ما يسمى بصندوق السياسيين وكبار الشخصيات، بحيث كل شخص اشتغل وظيفه رسميه بينعرف قد ايه راتبه وقد ايه بيقبض بكل سهوله، بينعمل حسابات حول السنين اللي انشغلت، بنعرف قد ايه المفروض يكون عنده بالمصارف، بينزاد 10-20% بونص اكراميه من الشعب، والباقي بينشاف مع فورنسيك اوديت وين المصريات انصرفت وين رجعت، وخلينا نرجع الاموال المنهوبه بقى. حاج بقى ضحك على الشعب انه حطوا نص مصاري هون ووزعوا نص مصرياتكم للفقراء. المصريات موجوده ولكن مخفيه، لو بتشتغلوا على ترجع المصاري بدل ما تطلبوا من الناس يخفضوا بعد من القليل اللي عم بيقبضوه ليقدروا يعيشوا عيالهم. حاج بقى ضحك على الشعب، الله يحمي له الشعب، الله يحمي البلد.